حضراتكم إن هذا المشروع بالإضافة إلى كل المشروعات العملاقة اللي النهاردة بتنفذها الدولة هو نتاج لتخطيط علمي وضعه أكبر خبراء التخطيط في مصر، وضع رؤية تنموية للعمران المصري في خلال 40 سنة القادمة. هذا المخطط الاستراتيجي القومي اللي وضع لمصر هو اللي حدد إيه المدن الجديدة اللي المفروض إن إحنا بننشئها واللي النهاردة بننشئها. مدينة زي العالمين اللي هنعرضها إن شاء الله في هذا المؤتمر، مدينة توشكا اللي بدأ فيها التنمية، قناة السويس المشروع العملاق اللي إحنا شغالين فيه، شبكة الطرق الكبيرة والضخمة اللي إحنا بننفذها النهاردة، مشروع المليون فدان، كل هذه المشروعات كان متحددة من هذا المخطط اللي الدولة ماشية عليه واللي إن شاء الله إحنا كلنا طالما إن هو وضع بأسلوب علمي كل الحكومات المتعاقبة هتبقى بتستمر في تنفيذ هذا المخطط الكبير. هذا المخطط هو هدفه شيء واحد فقط زي ما قلت، الارتقاء بجودة الحياة للمواطن المصري، والأهم إذا كنا بنقول إن مصر النهاردة كل المعمور منها هو 6%، حلمنا وهدفنا إن في خلال 40 سنة يبقى هي دي شكل خريطة مصر، يعني بنضاعف المعمور المصري إلى 12% علشان يبقى شكل مصر في القرن الـ22 يبقى بهذا الشكل. ومن هنا كانت فكرة اختيارنا للموقع، هنحط فين هذه العاصمة؟ تتبعنا نمو القاهرة، نمو القاهرة من الستينات لغاية النهاردة كان بيورينا كلنا إن الكتلة العمرانية للقاهرة الكبيرة بتنمو تجاه الشرق، حيث الأراضي الصحراوية اللي موجودة والممهدة، وهي دي المناطق اللي كانت كل المخططات والرؤى بتقول إن هو ده الامتداد الطبيعي اللي لازم تكون عليه القاهرة. وعشان كده كان اختيار الموقع الجديد اللي قدام حضراتكم اللي هو بيقع شرق الطريق الدائري الإقليمي اللي النهاردة أنشئ القوس الشرقي منه في المساحة المحصورة ما بين طريق السويس وطريق العين السخنة، في موقع وسيط ما بين قلب القاهرة القديم ومنطقة قناة السويس اللي بتشهد المشروع العملاق والمشروع التاريخي اللي الدولة كلها بتنفذه النهاردة. من خلال هذا المشروع واللها بيضع، وعشان نوري ونثبت إن هذا المشروع بيتكامل مع كل المشروعات اللي الدولة النهاردة بتنفذها، دي خريطة من المخطط الخاص بمنطقة قناة السويس اللي هيعرض إن شاء الله في المؤتمر، اللي بيوري إزاي أخذ في اعتباره إنه لابد من أن يكون هناك مركز جديد للعاصمة، وهذا المركز وضع في اعتباره في التخطيط، وإزاي إن هيبقى هناك اتصالية وارتباط ما بين هذه المنطقة وأيضا مشروع قناة السويس العملاق. من هذا المنطلق هذا المشروع بيمثل فرصة كبيرة جدا لمصر الجديدة، مصر اللي هيبنيها شبابها، ومصر اللي إن شاء الله كلنا بنتطلع إلى نهضة كبيرة جدا في كل مناحي الحياة لينا في هذا المكان. هذه هي رؤية وهذا هو الشكل المتوقع لعملية التنمية، وأن يكون هذا المركز الجديد هو نقطة التوازن والقلب ما بين القاهرة الكبرى وما بين منطقة قناة السويس بكل المشروعات العملاقة اللي بدأت واللي هتبدأ في خلال الأيام والأشهر القليلة القادمة. هذا الموقع زي ما حضراتكم شايفين موقع المركز الجديد بيقع على مسافات وسيطة جدا، 45 كيلو من وسط القاهرة، 80 كيلو من السويس، 55 كيلو من غرب شمال غرب خليج السويس، على بعد 32 كيلو من مطار القاهرة الدولي، وفي نفس الوقت هذا الموقع على بعد ساعات بسيطة جدا من كل عواصم المنطقة ومنطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط وأوروبا. وبالتالي هذا الموقع المهم جدا كان أهم شيء فيه إن احنا نتعلم من تجاربنا السابقة، وإن احنا إزاي نضمن إن هذا الموقع وإحنا بننميه يرتبط من البداية بكل مراكز النمو اللي أنا ذكرتها سواء القاهرة أو منطقة قناة السويس. والكلام ده كله كان التخطيط أن يكون من خلال شبكة كبيرة جدا على أعلى مستوى من وسائل النقل السريع، سواء قطار مكهرب وده بالفعل بدأت خطوات التنفيذ ليه، وأيضا قطار آخر إن شاء الله هيدخل في مرحلة أخرى فائق السرعة بيربط ما بين مطار القاهرة وقلب المركز الجديد إلى مدينة السويس، بالإضافة إلى شبكة كبيرة جدا من وسائل النقل الجماعي الحديثة من أتوبيسات وخلافه إن شاء الله هتكون موجودة من أول لحظة، وإحنا بنبني وإحنا بننمي العمران لازم يبقى معانا أيضا وسائل الاتصال والنقل. هيكون عندنا مطار جديد على أعلى مستوى في هذه المدينة، هدفنا إن تكون شوارع هذه العاصمة بهذا الشكل اللي حضراتكم شايفينه، مناطق خضراء، شوارع ما فيهاش حركة سيارات بصورة كبيرة، حركة مشاة كبيرة، بحيث نخلق حقيقة جودة حياة جديدة لهذه المدينة العظيمة.
خليني أقول لحضراتكم إحنا وصلنا لتخطيطنا لهذه المدينة إزاي. إحنا خدنا ما بدأناش من فراغ ولا حاولنا إن إحنا ننقل أفكار اللي موجودة في المدن الأخرى العالمية، ولكن بدأنا من التخطيط اللي كان موجود، كان في القاهرة في المناطق الجميلة جدا، سواء كانت مناطق وسط المدينة زي مناطق قصر النيل، مصر الجديدة، وفي نفس الوقت اتعلمنا وبصينا على التجارب اللي بتعملها المدن الناجحة جدا دلوقتي زي مدينة برشلونة اللي بتجمع ما بين التاريخ ولا الحداثة، وابتدينا نقول ان هذه المدن وهذا الطابع هو اللي لازم ان احنا نبني عليه، ولازم تكون العاصمة بهذا الشكل. ولكن في نفس الوقت كان يهمنا المواطن المصري وبالذات الشباب اللي هيسكنوا في هذه المدينة وهذا المركز، ان احنا نخلق لهم مكان مفعم بالحيوية والانطلاق، مكان بيجمع كل فئات المجتمع المصري بدءا من فئات الشباب ومحدودي الدخل ومتوسطي الدخل وما فوق ذلك، يكون في مكان لكل هؤلاء مع بعض، يكون الطابع العام ويبقى الشكل العام دايما هي المناطق الخضرة اللي احنا افتقدناها مع النمو السريع جدا لمدينة القاهرة. درسنا الموقع، وخلينا اقول لحضراتكم ودي كان نقطة مهمة جدا، هذا الموقع لما بصيناه، ويمكن الصورة اللي على شمال حضراتكم ده صورة الموقع من ناسا من القمر الصناعي، وبيوري التضاريس اللي كانت موجودة في هذا المكان، وكانت الفكرة التخطيطية اللي وضعها المخططين ازاي نتكامل مع طبيعة الوديان والجبال اللي موجودة عشان تبقى المدينة بتتكامل مع كل الكلام ده وتبقى ان هارموني او في انسجام مع هذا الموضوع. ومن هنا خرج المخطط العام للمدينة الكبيرة لهذا الحلم الضخم اللي احنا بنقول عليه مدينة ستكون مدينة مستدامة مبنية على أعلى مستوى وأعلى أفكار وأعلى تقنيات عشان تخدم الشباب المصري والمواطن المصري في خلال المرحلة القادمة ما بين الطريق الدائري الإقليمي وطريق السويس وطريق العين السخنة. احنا بنتكلم على مساحة كاملة إجمالية مع اكتمال نمو هذه المدينة هتوصل إلى أكثر من 160 ألف فدان، يعني النهاردة يعني مساحة ضخمة جدا، أملنا أنها تستوعب ملايين من سكان القاهرة الكبرى على مدار الأربعين سنة القادمة. خلينا أقول لحضراتكم سريعا في أرقام، إحنا بنتكلم على تنمية حجمها قد إيه. إحنا بنتكلم على، بقول إن هذه المساحة بتعادل 700 كيلومتر مربع، ولكن لما بنخرج منها الأودية والمناطق الجبلية إحنا بنتكلم على 490 كيلومتر مربع، ستكون هي دي المنطقة العمرانية لهذه المدينة. هذه المساحة عشان حضراتكم تبقوا عارفين هي 12 ضعف مساحة مانهاتن، هي 3 أضعاف واشنطن دي سي، هي تعادل مساحة سنغافورة هذه المنطقة. أيضا إحنا توقعاتنا إنها هتستوعب 5 ملايين مواطن، هيكون فيها 25 حي سكني مع اكتمال نموها، 10,000 كيلومتر من الطرق، 250 كيلومتر من شبكات النقل السريع والقطارات هتكون بتخدم هذه المدينة العملاقة، هيكون عندنا 1.7 مليون فرصة عمل دائمة، هيكون عندنا أكبر حديقة على مستوى العالم، وهتكون في الوديان والوادي الرئيسي اللي موجود هنحترم الطبيعة زي ما قلت لحضراتكم، وهتكون هناك أكبر حديقة على مستوى العالم في هذا المكان، هيكون عندنا مطار دولي جديد في هذا المكان، هيكون عندنا حديقة ترفيهية زي ديزني لاند بتعادل 4 أضعاف ديزني لاند اللي موجودة النهاردة في كاليفورنيا. خلينا أقول لحضراتكم إن إحنا هدفنا من هذا المشروع إن إحنا نبني 1,100,000 وحدة سكنية في هذه المدينة، في 40,000 غرفة فندقية هتكون موجودة، هيكون الاعتماد بصورة كبيرة جدا على الطاقة الجديدة والمتجددة، 90 كيلومتر مربع هتكون في صورة مزارع للطاقة الشمسية والاعتماد على الطاقة الشمسية في توليد الطاقة لهذه المدينة العملاقة. يبقى احنا بنتكلم على عاصمة عالمية، ورؤيتنا لهذه العالمية انها تكون ان شاء الله على اعلى مستوى. دايما السؤال هيتقال طب هنبدأ امتى وهنبدأ منين؟ هنبدأ من هذه الجزء، وده الفيز 1 او المرحلة الاولى لهذا المشروع اللي هي على مساحة حوالي 105 كيلومتر مربع مباشرة شرق الطريق الدائري الاقليمي، وان شاء الله دي بتقدر الاستثمارات الخاصة بها ب 45 مليار دولار امريكي. المشروع ده الكبير جدا اللي هنبدأ فيه النهاردة هيبقى على أعلى مستوى، هيبدأ بطريق النهاردة القوات المسلحة بدأت إنشاؤه بالفعل، هو طريق الشيخ محمد بن زايد اللي بيربط القاهرة الجديدة بهذا الموقع الكبير، وإن شاء الله هنبدأ
وفوراً في عدد من المشروعات المحددة في هذا المركز. هذه المشروعات مقدر ليها إن شاء الله إن احنا ننفذها في نطاق زمني ما بين 5 إلى 7 سنوات. هذه المشروعات هتكون عبارة عن مركز جديد للقاهرة العاصمة، الحي الحكومي اللي هيضم الأماكن قصر الرئاسة والبرلمان والمباني الوزارات، بالإضافة إلى حي دبلوماسي على أعلى مستوى، وده يمكن حبدأ بمركز المدينة زي ما حضراتكم شايفين، وده هيبقى حوالي 1500 فدان في كل يعني تصوراتنا لمقر المؤسسات والبنوك وكل مراكز المال والأعمال، بالإضافة لمراكز تجارية، شبكة شوارع على أعلى مستوى، مباني على أعلى مستوى زي ما بنشوف في أعظم المدن النهاردة إن شاء الله، منظر حضاري بليق بمصر ويضع لمسة لهذا الجيل على هذه العاصمة التاريخية الكبيرة. أيضاً الحي الحكومي زي ما قلت لحضراتكم، واللي هيضم كل المباني على مساحة 1000 فدان، كل المباني الحكومية، بالإضافة إلى مقار للسفارات والقنصليات الدولية إن شاء الله هيبقى أيضاً موجود وبيخطط وبيصمم على أعلى مستوى من المباني وبيرمس للحداثة، وبنستقي مفرداته المعمارية من التراث بتاعنا. الوادي والحديقة الكبيرة جدا اللي هيبقى أقل عرض ليها، فقط العرض نفسه 300 متر ولكن طولها بيبلغ كيلو مترات، وزي ما قلت لحضراتكم هيبقى أكبر حديقة بإذن الله على مستوى العالم إن شاء الله، وتخيلاتنا شكلها هيبقى إزاي. منطقة التكنولوجيا والابتكار، ودي هتبقى منطقة مهمة جدا لأن هي دي اللي هيكون فيها إن شاء الله الجامعات اللي هتبقى على أعلى مستوى، مراكز أبحاث هيكون فيها زي مصانع للسوفت ويرز والتكنولوجيا اللي احنا شايفين ان هو ده مستقبل ان شاء الله جزء من الصناعات المهمة جدا، التكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد المصري. مركز معارض اكسبو على اعلى مستوى ان شاء الله هيكون موجود في هذه المنطقة بإذن الله. خليني اقول لحضراتكم ان احنا بنجد ان واجبنا وبنقدم هذا المشروع لشباب مصر، شباب مصر اللي هم عماد مصر المستقبل، اللي احنا كلنا واثقين ان هذا المشروع ان شاء الله هيكون مصدر فخر والهام ليهم ولكل الشعب المصري، وان شاء الله ان شاء الله مصر هتبقى قد الدنيا بايدين ولادها باذن الله. وشكرا. اسمحوا لي ان احنا نعرض لحضراتكم فيلم عن هذا المشروع الكبير جدا اللي بنشرف ان اللي بيقدمه لينا دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلي. في هذا اليوم بنعلن انطلاق العاصمة الإدارية الجديدة، عاصمة تليق باسم مصر، ومصر تستاهل مننا الجهد والعرق والفكر، وإن شاء الله تكون حاجة على المستوى اللي احنا كمصريين نكون جميعا فخورين بها. موقع مصر له دور محوري بين أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، فهي قريبة من أحد أهم طرق الملاحة الرئيسية في العالم. يقع موقع المدينة في مكان استراتيجي على طول الطريق بين القاهرة والبحر الأحمر، وستكون العاصمة القاهرة نقطة محورية في منطقة شرق القاهرة. اقتصاد المصري في النمو، وسيكون هذا المشروع حافزاً للتقدم للأمام. يتفاءل الكثيرون بمستقبل مصر والفرص الاستثمارية التي توفرها، فالتركيبة السكانية المناسبة والقاعدة الصناعية القوية بها والشركاء التجاريون الحاليون والجدد والعلاقات الدولية القوية، كلها عوامل تبشر بالخير في المستقبل وتدعو للتفاؤل. من المتوقع أن ينمو عدد سكان القاهرة الكبرى من 18 مليون نسمة إلى 40 مليون نسمة بحلول عام 2050. ستعمل هذه العاصمة الجديدة على تخفيف الضغط من الأماكن المزدحمة، ستلبي المنطقة احتياجات الشباب الأقل من 30 عاماً والذين يمثلون 75% من سكان مصر. لذلك على هذه الأحياء الجديدة أن تلبي جميع احتياجات أجيال المستقبل، وستكون العاصمة الجديدة هذه بمثابة توسعاً جديداً للعمران، وسوف تتصل بالقاهرة الكبرى عبر شبكة مواصلات عامة مكثفة.
ستضم العاصمة الجديدة مجموعة متنوعة من الأحياء متوسطة وعالية الكثافة. ستضمن وسائل المواصلات الرئيسية إلى القاهرة التكامل الإقليمي للمدينة. ومن خلال تقاطع المحاور الجديدة ستظهر أماكن ذات كثافة، وسيظهر التفاعل والتبادل بين الناس. تم وضع سلسلة من مشروعات التنمية الرئيسية المحفزة في قلب المدينة المستقبلية، من بينها منطقة مخصصة للجهات الحكومية، منطقة مستقبلية لمركز المدينة، منطقة ثقافية، منطقة المعرفة والابتكار والتكنولوجيا، منطقة الرعاية الصحية والترفيه، مجموعة كبيرة من الأحياء العمرانية الجديدة، مجموعة متنوعة من الأحياء الجديدة لجميع فئات الشعب المصري. الحي الإداري الجديد سيكون مركزاً هاماً لتوفير فرص عمل لسكان القاهرة الكبرى، وسيكون هذا الحي الذي يمثل أحد معالم العاصمة الجديدة مفتوحاً ومتكاملاً، ويمكن لجميع سكان المكان التجول فيه بسهولة. ستظهر في قلب هذا الحي الجديد مشاهد حيوية، وسينبض بمشاهد حضارية تجسد الفخر بمصر. سيكون المكان حقاً متنوعاً يستوعب جميع فئات الشعب المصري. سيظهر للقادم من وسط القاهرة أفق مباني وسط العاصمة، وسيتم إنشاء محطة نقل مركزية عند أحد المداخل الهامة. سيكون من السهل السير في مركز العاصمة، حيث سيتضمن العديد من الطرق المرصوفة بالأشجار. وسيكون هذا الحي مفعماً بالحياة، وسيمتلئ بالأماكن الجميلة، مما يوفر بيئة مريحة للتسوق. كما سيربط مركز العاصمة الناس بالمعالم الثقافية، ويوفر بيئة مريحة للتمتع بالحياة العصرية. سيكون هذا المكان الحضري. على هيئة مجموعة من المباني والمنشآت العصرية المذهلة، مما يجعل مصر تدخل عصراً جديداً مع الحفاظ على شكلها العريق ورونق شخصيتها التاريخية. سيتم إنشاء حدائق عامة جديدة ومساحات ترفيه مركزية لتجمع الناس معاً. ستظهر حديقة العاصمة داخل الوادي الطبيعي الموجود في قلب المدينة، وسيحاط المكان بهذا المشهد الطبيعي لخلق حدائق عامة وتعزيز الحياة المدنية الحضرية. وستوفر الممرات الخضراء المظللة والمساحات الطبيعية الراحة والهدوء. تظهر منطقة الابتكارات عند البوابة الغربية للعاصمة، وهي ستربط العاصمة بجامعات القاهرة الجديدة ومجتمع المعرفة في القاهرة الكبرى، وسيساعد ذلك على تعزيز الأبحاث والتطور التكنولوجي في المنطقة بأسرها. وسيظهر جو جامعي ملهم يساعد على نقل المعارف والخبرات إلى أجيال المستقبل. سيتم تصميم الأحياء السكنية بالعاصمة الجديدة لتلبي مجموعة من الاستخدامات المختلفة والكثافات السكانية. وسيضم كل حي مركزاً واضحاً ومميزاً يضم الأسواق والمرافق. ستوفر هذه المدينة الحياة التي يحلم بها الجميع من خلال وجود الأحياء الحضارية المتجاورة التي يمكن التمتع بالسير فيها، والحدائق المحلية والطرق المظللة لضمان الإحساس بروح الجيرة والمشاركة. من الرائع تخيل هذه الرؤية لما يمكن أن تكون عليه القاهرة الكبرى. ستكون العاصمة القاهرة نموذجاً لمدينة القرن 21 في المنطقة كلها. إن مستقبل مصر مشرق، وستمثل هذه العاصمة جسراً يربط بين تاريخ مصر ومستقبلها القادم النابض بالحياة والأمل.